تهديدات نتنياهو وقادة الاحتلال لا تخيفنا ولا ترهبنا. نحن ملتزمون ما التزم الاحتلال. أي حماقة يرتكبها العدو الصهيوني سيدفع ثمنها باهظا. لن نسمح أن تكون دماء شعبنا مسرحا وبزارا انتخابيا لقادة الاحتلال. أعتقد بأن أي حماقة ستقول المقاومة كلمتها وبكل قوة، وسيدفع نتنياهو حياته السياسية ثمنا لأي تغول ضد شعبنا الفلسطيني. يعني نحن نقول لقادة الإجرام في هذا الكيان وفي مقدمتهم المجرم الأول نتنياهو أن هذه التهديدات لا تخيف شعبنا الفلسطيني ولن توقف جهاد شعبنا الفلسطيني ضد هذا الاحتلال، فنحن ندافع عن قضية عادلة ومقدسة، ندافع عن حقوق اغتصبها هذا المحتل الصهيوني، لذلك القانون الدولي معنا والقانون الإنساني معنا. نحن ندافع عن قضية عادلة ومقدسة، نحن لم نعتدي على أحد ولم نقتحم الديار على أحد، نحن الذين اقتحمت علينا الديار واقتلع شعبنا الفلسطيني وهجر شعبنا الفلسطيني من مدنه ومن قراه، ولا زال هذا المجرم الصهيوني يشن عدوان متواصل على شعبنا الفلسطيني، لذلك هذه التهديدات لا تخيف شعبنا الفلسطيني، والمقاومة تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، وغزة لم ولن تكون لقمة سائغة لهذا المجرم الصهيوني.